نادي المجال مع الكابتن خالد العوضي. عارفين يعني ايه مدير فني للنشاط الرياضي؟ كمجلس اداره وكاداره تنفيذيه لازم نسلم اللي بعدينا تلاقيه هو رقم هو ده النادي الاهلي. يحاوره ويتوقف معه في اهم محطات حياته. ما اعرفش ايه اللي خلاه ساب الكوره وراح كرة اليد. انا اختبرت جول كيبر. عارف انت جول كيبر؟ من انت؟ اتربينا على ايد اجيال بجد علمتنا قيمة النادي الاهلي. ده ابن من ابناء النادي الاهلي. واحنا عندنا الكبير لما يتكلم لا خلاص كل يحترم نفسه. مهاجم ام مدافع؟ كنت تلاقي النادي الاهلي دايما الكورة والهاندبول والباسكت والطايرة اللعبة جوات تقريبا مولفين على بعض. احنا قد ايه كنا عايشين في النادي ده اكلين شاربين نايمين. بس كابتن هو ده اللي اتربينا عليه. اسرار تكشف لاول مره. احنا مش هنكمل ده البطوله دي لنادي الاتحاد. فمن الخصم ومن الحكم؟ حياه اي بني ادم عندنا اهم مليون مره من اي كاس. المجري غدا الساعه 11 مساء على قناه الاهلي.